بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير متابعينا ومستمعينا الكرام، على فاضل أحييكم أجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب، متواصلين بهذه الانطلاقات، مستمرين مع هذه التحديات، انطلاقات مهرجان المرموم التراثي لعام 2024، حيث نصل نحن وإياكم إلى انطلاقات شعاراتي وهجن أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة والمتنافسة من أجل الناموس الغالي والفوز الثمين، انطلاقات أشواط سني الثنايا، تحديات أمسية الرموز ومسافة 8 كيلومترات، حيث تنطلق هذه الشعارات الكبيرة، هذه المؤسسات الخطيرة الحاضرة دائما وأبدا في عالم الإنجازات وفي عالم الرموز. هناك بانطلاقات مميزة حضرت بها هذه الأسماء وهذه الشعارات الكبيرة. ننطلق نحن وإياكم بانطلاقة شوط جديد، وهو شوطنا 13 الخاص بالثنايا الابكار. نتابع هذه الأسماء وننطلق مع هذه الشعارات. أول الأسماء، أول المنطلقات هنا بشعار هجن الشحانية الكايدة على المركز الأول، فرام بن محمد بن قريع المري يتقدم بصدارة شوط وينطلق على أول الأسماء مقدما لنا الكايدة. المركز الثاني، أتابع القدوم، أتابع الانطلاق من الدرعية بشعار هجن الرياسة، تتقدم ويتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الثاني. المركز الثالث، أتابع القدوم والوصول من نوادر بشعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، غانم بن مسفر بن غانم المنصوري يتابع هذا الشعار وهذه الانطلاقة. بالقوبع من يتابع انطلاقات هذا الشعار على المركز الثالث. المركز الرابع، أتابع القدوم والوصول من الشاهنية بشعار هجن العاصفة، تتحرك هنا بدورها على المركز الرابع، وغياث الهلالي من يتابع التحدي بينما. المركز الخامس، الوصول من الطائفة القادمة بشعار هجن الرياسة، صالح بن سعيد بالعرج المري يتقدم بوصول الطائفة وانطلاقها على المركز الخامس. المركز السادس، تابع هذا التحدي وهذا الانطلاق هنا من الشاهنية بشعار هجن الرياسة وسعيد بن مظفر العامري، من يتابعها راعي صوغة على المركز السادس. المركز السابع، وصول من الجانب الأيمن، تحرك من الشاهنية في هذه اللحظات بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي، من يتابعها على المركز السابع. المركز الثامن، وصول أيضا هناك من وصايف بشعار هجن الرياسة وسعيد بن مظفر العامري يتابعها على المركز الثامن. المركز التاسع، الشاهينية بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي، من يتابع لنا انطلاقة الشاهينية على المركز التاسع. والمركز العاشر، ختاما لهذا النداء، أجد في هذه اللحظات هبايب وشعار هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل يتابع هذا الشعار وهذه الانطلاقة. هذه الأسماء العشر الأولى، هذه التحديات العشر الأولى للمراكز الأولى الحاضرة في عالم النداء. هناك حيث أن انتهى نداءنا الأول للمراكز العشر الأولى، أعود من جديد إلى المراكز الأولى، أعود إلى صدارة الشوط، أعود إلى مقدمة الأسماء لأتابع الصدارة.
وتابع مقدمة الشوط، وتابع صدارة الشوط في هذه اللحظات، وتابع شعار هجر الشحانية المتقدم على المركز الأول، المتقدم على صدارة الشوط، حيث ما زالت الكايدة على مقدمة هذه الأسماء تحافظ على موقعها، تحافظ على صدارة الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات. يتحرك فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري على المركز الأول مقدما لنا الكايدة بالشعار العنابي بشعار هجن الشحانية على صدارة هذه الأسماء، ولكن غيرت في هذه اللحظات هجن الرئاسة وانطلقت مع لوحة الأربعة كيلومترات، حيث تنتصف المسافة أربعة كيلومترات، انتهت وانقضت أربعة كيلومترات. تتبقى يا من تتابع، يا من تراقب هذه الأسماء وهذه الشعارات، الكايدة تأبى الاستسلام، ترفض الاستسلام أبدا بشعار هجر الشحانية، الكايدة اللي ما زالت محافظة على مقدمة الشوط. فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري على المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع القدوم، أتابع الوصول، وصول شعارات هجن الرئاسة القادمة بمختلف مضمريها الحاضرين. وصلكم بو عبد الله صالح بن سعيد بالعرج المري، يتحرك على المركز الثاني، ينطلق على المركز الثاني بتحرك الطائفة القادمة بشعار هجن الرئاسة، بينما اللي على المركز الثالث تنطلق الدرعية بشعار هجن الرئاسة. ومحمد بن عتيق بن زيتون المهير المجازف قادم متحرك على المركز الثالث. المركز الرابع القدوم من الشاهينية، وصول شعار هجن الرئاسة وتقدم راعي صوغه سعيد بن مظفر العامري يهاجم بدوره على المركز الرابع، بينما المركز الخامس المركز السادس وصلت شعارات الكأس المفتوح في هذا اليوم. تتقدم شعارات هجن العاصفة تنطلق مع الشواهين على المركز الخامس وأيضا على المركز السادس، وتداهم المركز السابع في هذه اللحظات مع غياث الهلال اللي يتابع هذه الأسماء وهذه الشعارات. المركز الثامن وصايف القادمة بشعار هجن الرئاسة، وسعيد بن مظفر العامري يتحرك على المركز الثامن، بينما المركز التاسع قدوم مطفية وصول مطفية بشعار هجن الرئاسة، صالح بن سعيد بالعرج المري قادم على المركز التاسع، المركز العاشر شوف القدوم، أول نداء لحظات وصولها، أول نداء لانطلاقتها، وصول البراحة بشعار هجن الشحانية. ومحمد بن خالد العطية يتقدم المشاغب، يندفع بانطلاقة الشعار العنابي، ولكن لمن الفوز يا ترى ما بين هذه الأسماء وهذه المؤسسات الكبيرة؟ لمن سيكون الانتصار مع هذه الشعارات الكبيرة ذات الجماهيرية الطاغية؟ تنطلق شعارات في هذه اللحظات هجن الشحانية وهجن الرئاسة وهجن العاصفة على المراكز الأولى، في حوار ثلاثي ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الأقطاب الكبيرة. انطلقت هجن الرئاسة مع 1800 متر، هجن الشحانية تلاحق على المركز الثاني بانطلاقة الكايدة، والشاينية حاضرة بشعارات هجن العاصفة. يا سلام، ياهو تحدي ما بين هذه الأسماء وما بين هذه الشعارات الكبيرة. لمن يا ترى هو الفوز؟ لمن يا ترى هو الناموس؟ لمن يا ترى هو الانتصار ما بين هذه الأسماء؟ بو عبد الله بدأ ينطلق، بو عبد الله بدأ يتحرك، الطائفة بدأت تطوف أرجاء هذا الميدان بشعار هجن الرئاسة. الطائفة
على المركز الأول بشعار هجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج، المري المركز الثاني، والمركز الثالث شعارات هجن العاصفة مع غياث الهلال اللي يتابع لنا الشاهينية والشاهينية على المركزين الثاني والثالث والمركز الرابع قدوم ووصول مطفية بشعار هجن الرياسة والكيلومتر الأخير والخطير والكبير. تدخل شعار المجازف مع هجن الرياسة القادم مع الدرعية، ووصل شعار هجن الشحانية بتحركات بن عقيل البرنس القادم وبكل قوة. هناك وسعيد بن مظفر يتحرك بشعار هجن الرياسة في هذه الأثناء، ولكن شوف التحدي والانطلاق بالعرج على المركز الأول يتحرك بشعار هجن الرياسة بانطلاقة الطائفة، ولكن هجن العاصفة قادمة على المركز الثاني مع الشاهينية مع غياث الهلالي. هجن الشحانية على المركز الثالث بانطلاقة الغام 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 قادمة مع الشعار العنابي مع البرنس، ولكن الطائفة مع بالعرج الشاهينية مع غياث. لمن الفوز ولمن الانتصار؟ وهجن العاصفة وهجن الرياسة وهجن الشحانية في اللحظات الأخيرة، يا ترى لمن هو الانتصار؟ اللحظات الأخيرة الخطيرة وهجن العاصفة غيرت على المركز الأول بالنقطة السابعة، تغادر بالنقطة السابعة تنطلق تذهب بالفوز. سلام هجن العاصفة، سلام سلام الشاهينية، سلام وسلام غياث الهلالي، سلام على المركز الأول وأيضا على المركز الثاني. المركز الثالث كانت هنالك انطلاقة الطائفة بشعار هجن الرياسة مع صالح بسعيد بالعرج، المري المركز الرابع هجن العاصفة مع غياث الهلالي بالشاهيني، المركز الخامس كانت هنالك الغام هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى والتوقيت الزمني 12 دقيقة 16 ثانية جزئين اثنين من الثانية، كان هو توقيت المركز الأول الشاهينية بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي تالين والناموس لكل جماهير ومحبي هذا الشعار. المركز الثاني 12 دقيقة 16 ثانية جزئين اثنين من الثانية، كانت أيضا هي الشاهينية وشعار هجن العاصفة ويضمرها غياث الهلالي. المركز الثالث 12 دقيقة 16 ثانية 6 أجزاء من الثانية، كانت الطائفة من قدمت المستوى والأداء الكبير بشعار هجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري، من تابعها وضمرها تهانينا والناموس للجميع.